السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة كروشيهاتي. النهاردة هنشتغل مع بعض البورتفي الجميل ده. هنبتدي بتكنيك جديد، ان احنا هنشتغل بداية من السوستة، مش هنحتاج نبطنها خالص ولا تركبي سوستة ولا تركبي بطانة. احنا هنشتغل من السوستة اصلا، والغرزة بتاعته جديدة وسهلة جدا وحلوة قوي في الشغل زي ما انتم شايفين. انا شخصيا عجبتني قوي وكانت سهلة في الشغل وشكلها مختلف. اشتغلت البورتفيه ده بخيط شبه الاليز ديفا او الكوتون جولد او صوف، الخيط المتاح عندك تقدر تشتغلي بيه. انا اشتغلت بالخيط ده، سمكته قريبة يعني بين الكوتون جولد والديفا، وعندي اشتغلته بابرتين. اشتغلنا السوستة بابرة مقاس 2، اشتغلت اول سطر كان بابرة مقاس 2، وبعد كده كملت شغله كله بابرة مقاس 2.5. طبعا انتي تستخدمي الابرة المناسبة للخيط اللي هتستخدميه، بس طبعا لازم تبقى ابرة صغيرة مع اول سطر بس اللي احنا هنشتغل فيه في السوستة. هبتدي الشغل من السوستة، بس عشان امشي على خط واحد جبت المسطرة ورسمت خط مستقيم على طول السوستة عشان امشي عليه في الغرز اهو. برسمه عشان ما تبقاش عندي الغرز طلعة نازلة، تبقى كلها على خط واحد بالشكل ده. برسمه طبعا على الطرفين، هم بيبقوا خطين كده بالشكل ده. بعد كده اجيب الابرة الصغيرة، انا جبت مقاس 2، جبت الابرة مقاس 2 وهبتدي بيها اول سطر. هدخل بعد كده هسحب الخيط بالراحة عشان ما يفلتش من الإبرة لأن هي صغيرة بالشكل ده، واشتغل أول سلسلة بالشكل ده. بعد كده همشي بغرز حشو الطريقة دي، بدخل في السوستة بالشكل ده، بسيب مسافة صغيرة بين الغرزة واللي بعدها. بالشكل ده بمشي على الخط، انا بشتغل على الخط اللي انا رسمته ده. وصلت كده لاخر السطر، اشتغلت كله. بعد كده عايزة انتقل للطرف الثاني، همشي بيه سلاسل بس، اربع سلاسل. بعد كده بشوف هيقضوا بالشكل ده، وببتدي اشتغل في السطر اللي بعده. بعد ما اشتغلت السطرين كلهم هرجع برضو اشتغل هنا على الطرف الثاني اربع سلاسل،
قفلنا، ودلوقتي هغير السنارة وهشتغل بإبرة مقاس 2.5. انت تشتغلي بالإبرة المناسبة مع الخيط اللي بتستخدميه سواء كان قطن ولا صوف. دلوقتي هرتفع 3 سلاسل واشتغل في كل غرزة حشو عمود بلفة. فوق كل غرزة حشو هشتغل عمود بلفة. تمام، هكمل لحد آخر السطر. اشتغلت السطر كله، وصلت لحد السلاسل اللي احنا اشتغلناهم. كنا اشتغلنا هنا 4 سلاسل، اشتغل جواهم 6 عواميد بلفة. 2 3 4 5 و6. بعد كده هكمل بشكل مستقيم. فوق كل غرزة حشو عمود واحد. مهم قوي برضو لما تختاري الإبرة في الخيط، لما تشتغلي كده بورتفي أو بوك، تكون الإبرة صغيرة على الخيط عشان يبقى الشغل كده مش مرخي، يعني يبقى جامد. عشان انا عايزاه يبقى الغرزة ماسكة نفسها. هكمل بشكل مستقيم لحد ما اوصل للأربعة اللي هنا، برضو هشتغل فيهم 6 عواميد. اخر السطر كده هنشتغل الستة اللي هنا. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وستة. بعد كده هقفل بيه منزلقة بالشكل ده في 3 سلسلة. كده يكون السطر الأول كده معاكي. بعد ما خلصت السطر هقفل بيه 3 سلسلة انا اشتغلتها بالشكل ده، وهرتفع برضو ب3 سلاسل. دلوقتي هشتغل في هنا اخر غرزة انا اشتغلتها. هشتغل في اخر غرزة الشكل ده من ورا. بعد كده هسيب واحدة في التانية، برضو انا ما كملتش العمود، سبته على السنارة. وبعد كده هسيب سلسلة وعمود اللي بعده على طول، هشتغل فيه برضو عمود بلفة ومش هقفله. دلوقتي هسحب خيط واخرج من الاتنين مع بعض. تمام كده فاضل عندي العمود اللي انا سبته ده، هرجع اشتغله دلوقتي من ورا الشكل ده وهخش فيه واشتغل. بالطريقة دي. بعدين هرجع ادخل في نفس العمود اللي انا اشتغلت فيه هو واشتغل فيه عمود، بس هسيبه مفتوح مش هكمله. وهعد 1 2، وفي الثالث برضو هشتغل عمود بلفة. بعد كده هسحب خيط واخرج منهم كلهم واقفل، وارجع بعد كده اشتغل العمودين اللي انا سبتهم. اخش في اول عمود اهو، وعمود تاني
برجع بشتغل في نفس العمود آخر واحد ده، عمود بلفة بسيبه على السنارة وبعد واحد اتنين، وفي تالت عمود بشتغل برضو بقفلهم كلهم مع بعض وارجع ادخل في الاتنين اللي انا سبتهم دول. هنا اول واحد انا سبت واحد بس عشان حسبت ان السلاسل دول عمود، فبكده يكون بين العمودين في برضو السلاسل والعمود اللي انا اشتغلته. بالشكل ده وارجع اعيد اهو في نفس العمود، هو برجع ادخل فيه بعدين واحد اتنين، وفي التالت بعمل عمود واقفلهم كلهم مع بعض وارجع اكمل العمودين اللي انا سبتهم. تاني هنا في نفس العمود ده بدخل فيه بسيب واحد اتنين، وفي التالت برضو بعمل عمود وارجع اشتغل العمودين. بالشكل ده بكمل السطر كله. وصلت لاخر السطر، هنا نشتغل اخر واحدة مع بعض، اخش برضو في نفس العمود اللي انا شغالة فيه ادي كده واحد اتنين وتلاتة، واشتغل العمودين اللي في النص. بعد كده بقفل فيه السلسلة، كان المفروض اشتغل سلسلتين بس انا اتلخبطت اشتغلت ثلاثة، مش مشكلة نشتغل في السطر اللي جاي سلسلتين بس. ده كده اكون قفلت السطر الاول، اللي بعديها ارتفع سلسلتين. هشتغل دلوقتي عندي هنا طبعا الثمانية دي ودي 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 باينين، هخش في كل واحدة. هنا مثلا عندي دي اول واحدة اخش فيها، بعدين واحد اتنين العمودين بشتغل في دي، يعني بخش في الراس بتاعها واعمل سبعة وارجع اشتغل العمودين اللي في النص. ارجع تاني في نفس المكان واعد واحد اتنين وارجع ادخل هنا. كررتها اعملها تاني عشان المفروض كنت ادخل في النص. هنا برجع هنا ده اول عمود واحد اتنين بدخل جوه التمانية، اسحب خيط وادخل من جوه بالشكل ده واشتغل العمودين اللي فاضلين. برجع تاني بدخل في نفس المكان وعد واحد اتنين وبدخل في اللي بعده. واشتغل العمودين. هدخل دلوقتي هنا مع
بعد كده هسيب العمودين دول وادخل في دي. ابتديت الرسمة تبان، برجع تاني بدخل هنا بسيب العمودين وادخل في اللي بعده وارجع اشتغل العمودين. تاني هنا برضو بدخل في نفس المكان سيب عمودين وادخل في اللي بعده. هكمل السطر للآخر بنفس الطريقة دي. هنا فاضل آخر حاجة في السطر، وصلت هنا وأول واحدة أنا ابتديت بيها اشتغلهم مع بعض. هسيب الخيط وادخل في دي أول واحدة أنا شغلها في السطر اللي قبله وأخرجهم كلهم مع بعض واشتغل العمودين اللي جوه. ده أول واحد والتاني. بعد كده بقفل بمنزلقة في تاني سلسلة عندي أنا اشتغلتها بالشكل ده. بعد كده برجع ارتفع بسلسلتين وابتدي بالسطر الجديد. هتلاقي عندك أول غرزة هي التمانية دي، هدخل فيها اشتغل فيها عمود بلفة من غير ما اكمله وانتقل على طول على التمانية اللي بعدها. بالشكل ده بسحب خيط وبخرج منهم كلهم وارجع هنا اشتغل العمودين اللي جوه. بعد كده برجع اشتغل هنا دي مع دي بدخلهم واكمل معاها دي واخرج من كل خيطان واقفل واشتغل العمودين اللي في النص. بكرر الطريقة دي في الشغل اهو، هيبقى معاكي الشكل كده. هفضل اعيد السطور لحد ما اخلص طول البورتفيه. ابتدت تبان معانا الغرزة اهي، شكلها جميل قوي وسهلة في الشغل، هي عبارة عن تكرار السطرين دول. وصلت هنا لآخر السطر الثالث، هقفله معاكم ونبتدي بالرابع. دلوقتي فاضل آخر حاجة هنا في السطر الثالث، هاخد دي ومعاها دي. دي أول تمانية اهي بخش فيها ومعاها دي اللي هي عند البداية بالشكل ده، واشتغل جواهم العمودين اللي من جوه اهو. اول واحد والثاني. بعد كده هتلاقي السلسلتين ان احنا ابتدينا بيهم اهو.
هقفل في تاني سلسلة، هقفل في تاني سلسلة اهي منزلقة، وارجع ارتفع برضو سلسلتين واشتغل برضو. هتلاقي عندك هنا اول 8 هخش فيها، واللي بعدها اهي بالشكل ده. بعد كده برجع اشتغل العمودين اللي في النص. بعد كده هاخد دي ودي مع بعض، دي اللي انا اوريدي شغالة فيها، برجع ادخل فيها واشتغل اللي بعدها معها. بعدين العمودين اللي جوه بالشكل ده، بكمل السطر كله والسطور اللي جاية بنفس الطريقة. هو اللي جاية بعدين في نفس المكان ومع دي. بالشكل ده بتبتدي الرسمة تبان زي ما انتوا شايفين. بكرر بقى السطور داير ما يدور. ده كده الشكل بعد ما اشتغلت بشكل مستقيم. كل سطر هتلاقي النهاية بتميل معاكي من الطرف اهو، وده كده بالنسبة لي ارتفاعه كويس. فهقفل السطر ده بالشكل ده واقص الخيط. بالطريقة دي بعد كده هقلب على الظهر وابتدي اسوي كويس، عشان هبتدي اشتغل من هنا لحد هنا عشان اقفل من تحت. ادخل الخيط بالطريقة دي. بعد كده هبتدي اخد كل 2 قصاد بعض مع بعض. بالشكل ده وهشتغل غرز حشو. كل غرزتين قصاد بعض هتلاقيهم، ناخدهم مع بعض بالشكل ده. نشتغل بالطريقة دي لحد آخر السطر. ده كده بعد ما اشتغلت السطر كله، فاضل عندي هنا آخر حاجة في الزاوية.
وباخد اخر غرزتين مع بعض. بقص الخيط وبدخله وسط الغرز هو والخيط اللي ابتديت فيه. ده كده الشكل بعد ما قلبتها على الوش. بصوا التقفيل شكله حلو قوي وباين مظبوط. ودول ممكن تخيطيهم من هنا او ندخلهم على جوه عادي كده. ده بيبقى الشكل بتاعها. ممكن ما تعمليش بطانة لان الغرزة بتاعتنا مقفولة كويس، او تعملي لها اللي يريحك. كده يكون البورتفاي بتاعنا النهاردة خلص. غرزته جميلة قوي زي ما انتم شايفين، وان كانت طريقته كانت سهلة جدا. هتبتدي من السوستة وتقدري تستخدميه من غير بطانة ومن غير اي حاجة. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. لو عجبكم ياريت تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.